اهلا بكم في فلوج جديد من داون تاون كايرو. صباح الخير، لسه صباح الايام، الساعه 41 42 8 42. النهارده ان شاء الله احنا المفروض ان احنا هنروح وسط البلد وميدان التحرير وكده، بس قبل ما نروح لازم نعمل حاجتين او حاجه او ثلاثه. هو عامل لي كوبايه قهوه الاول. نعمل شوية شوفان. جبنا الشاي بس فضل حاجة في الشاي، تعالوا نجيبها. جبت قطعة نعناع طاف في الشاي وفوالا. وحاليا هقعد اعمل شوية حاجات على الكمبيوتر وننزل مع بعض بعديها. طيب انا حاليا رايح لمكتب البريد، هعمل فيه حاجة على السريع يعني، وبعد كده نبقى ننزل نكمل الفلوج وسط البلد يعني. يا رب ما يكونش زحمة وما يكونش فيه ناس كتير. هي الكلمة عارف، بس ندعيها بمرتين، ما يكونش زحمة وما يكونش فيه ناس كتير. طيب انا خلصت الحمد لله، كانش زحمة، قعدت 10 دقايق بالظبط وعملت كل اللي انا عايزه. غالبا هروح المتحف اول حاجة يعني، انه بيقفل بدري. يلا هروح اغير على السريع واجي. عايز تاكل بيضة؟ عايز؟ نو بيحب البيض جدا. عايز تاكل بيضة؟ هلا يا شباب، اعتقد النهاردة هيكون يوم فيه حاجات كتير يعني تتعمل. بقالي كتير بصراحة ما نزلتش الشارع من ساعة الامتحانات باين، فان شاء الله يكون يوم لطيف لذيذ. يلا تعالوا معايا. احنا حاليا على شارع شبرا في طريق المترو. النهارده هحاول نخش المتحف المصري، اصور كام صوره في التحرير او كده، هفكني برضو من نظرات الناس. مش عارف ليه الناس بص بصراحه وصلي كده كاني بعمل جريمه، بس هحاول افكني يعني من النظرات ديت نتخطاها يعني سوا. احنا كنا وصلنا المتحف المصري، فتعالوا اخدكم جوله سريعه جدا في المتحف المصري واعرفكم شويه عن المتحف. طيب ده مدخل المتحف المصري. هنلاقي عندنا قاعة كبيرة قوي فيها سجادة في النص واخرها تمثالين، تقريبا تمثال رمسيس الثاني ومراته. ده الملك سينوسرت الثالث، كان خامس فراعنة الاسرة الثانية، يعتبر من اعظم فراعنة الدولة الوسطى. وده الملك سينوسرت الرابع، واحد من ملوك طيبة، كان بيحكم مصر خلال الفترة الانتقالية الثانية. وده الملك زوسر، مؤسس الأسرة الثالثة، صاحب هرم سقارة المدرج، كان برضو يعتبر من أعظم فراعنة الأسرة الثالثة لأنه هو مؤسس الأسرة. ونيجي للعملة المصرية اللي هنلاقي فيها تمثال كاتب يعتبر كان يعرف كل أسرار الملوك، فعشان كده كان ليه مكانة كبيرة قوي في المجتمع المصري زمان. طيب ودي اخر حاجة، دي كانت بتمثل الوقفة العسكرية في مصر القديمة، كانت بتدل على الجلالة الملكية. ودي قبة المتحف المصري من جوه. واخر حاجة عندنا هي الزون، وانت طالع من المتحف بيكون في حاجات تذكارية للبيع يعني للاجانب. وبس كده، دي تقريبا كانت كل حاجة عن المتحف المصري باختصار يعني شديد. يلا بينا نروح على نهر النيل. احنا حاليا عند نهر النيل، تحديدا عند كوبري قصر النيل، فهسيبكم شوية مع الفيو الجميل دوت اللي بيطل على برج القاهرة وفندق هيلتون والكوبري اللي انا مش فاكر اسمه بصراحة. طيب احنا عند كوبري قصر النيل والاسدين المشهورين اللي بناهم ملك في فترة زمان في 2010 و7 و8 كده، ما كانش لونهم بالشكل دوت، بس حاليا اتجددوا بقى شكلهم احسن بصراحه يعني. واللي ورايا ديت دار الاوبرا المصريه اللي بيحصل فيها زي كونسرتس بقى وحاجات، وحاليا برضو احنا رايحين عند برج القاهره. يلا. وفي الطريق لبرج القاهره كان الشارع مليان شجر زي ما انتم شايفين، فكان منظر جميل بصراحه فحبيت اوريه لكم. طيب احنا حاليا واقفين عند اقدم شجره في القاهره، زرعت من الهند غالبا في عهد الخديوي اسماعيل، تعتبر برضو من اكبر الشجر في مصر. ومعانا عم مدحت.
اشتغل عند الشجره اللي هي تعتبر اكبر شجره في مصر. لا شجره دي بيسموها الخديوي، شجره الخديوي. شجره الخديوي دي اتعملت امتى طيب؟ بقى لها 400 سنه. 400 سنه؟ من اساس الزمالك، دي من ضمن تاسيس الزمالك. ربنا يبارك فيك. وورا لكم حاليا يعني. وهنا كنا وصلنا لبرج القاهرة، وتعتبر ديت نهاية رحلتنا في وسط البلد. طيب وده جاي من فيديو النهاردة من وسط البلد، ان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تاني قريب، بس الفيديو الجاي ممكن يكون من برا مصر، فما تنساش تعمل لي فولو عشان تشوف كل جديد وتفعل جرس الاشعارات. ما تنساش ان انت تعمل سبسكرايب لو انت على اليوتيوب، تعمل شير، تدوس على الزرار دوت وتنسخ بس رابط الشير عشان عايزين نوصل لاكبر عدد ممكن. كان معاكم زين، سلام.